قضايا مواطن، برنامجكم الجديد الأسبوعي يأتيكم كل اثنين انطلاقا من الساعة 7 مساء على قناتكم ماسانك تيفي. للمشاركة والإجابة على أسئلتكم يرجى بعثها عبر واتساب البرنامج على الرقم التالي 06-32-16-61-61. قضايا مواطن، صوتكم نقرأه لنسمعه. هو ما تكونش بشكل مستمر لان بعدا تصرف واحد القضيه. مشكل عندنا هنا في هذه البلاد السعيده، راه كنت قلتها في واحد الحلقه، كنقول لك بان عندنا 70% ديال القطاع غير مهيكل. راه عندنا واحد المجموعه ديال الناس كتاكل وتشرب غير من هذا الباب، من هذا سيرتو الفراش. انا كندوي هنا على الباعات الرصيف. الباعات الرصيف كتلقى انه كيعيل عائله قدا كتسخط الله غير من هذا الباب. هذا ما وفرتي ليه مكان في الاشتغال، ما وفرتي ليه على اساس تنظيم بشي بلاصه من البلايص، ما وفرتي لي شغل. وهاد السيد اش بغيتي يدير؟ غير ما عندو باش يوكل ولادو، ما عندو باش يعيل راسو، ونحيدوه على اساس بان راه هاد السيد هذا خصنا نحيدوه له وصافي. لا، حنا هنا مفروض على اساس الدوله، وملي كنقول الدوله كنقول كل شيء بما فيها المقاطعه والناس مسؤولين والسيد العامل ولا رئيس الحكومه. هاد الناس كلهم خصهم يتجمعوا ويعطيونا منظور من هذا الباب. وهنا كان سيدنا جاب المبادره الوطنيه، ولكن المبادره الوطنيه هي في حد ذاتها دخلوها في القطاع غير مهيكل، ما قادوهاش لان البرنامج ديال سيدنا شكل، ولكن الاجراء والتنفيذ ديالو لقينا شكل اخر. قضايا مواطن، برنامجكم الجديد الأسبوعي يأتيكم كل اثنين انطلاقا من الساعة 7 مساء على قناتكم ماسانك تيفي. للمشاركة والإجابة على أسئلتكم يرجى بعثها عبر واتساب البرنامج على الرقم التالي 06-32-16-61-61. قضايا مواطن، صوتكم نقرأه لنسمعه.